طيب انت عايز تفهم اللغه في تونس او اللهجه في تونس، هي نفس اللغه. في بعض الكلام دلوقتي احنا عايزين نتفق فيه مع بعض. مبدئيا برشا كل الناس عارفاها، يعني كتير قوي، وبرضه زيها ياسر، صح؟ صح. طيب حطها لي في جمله مفيده. فما برشا عباد. فما برشا عباد، يعني في ناس كتيره. احلى كلمه تسمعها في تونس عباد. لعباد، بيقولها العلماني، بيقولها المسلم، بيقولها الكافر، لعباد، الناس كلهم عباد. حلوة والله العظيم، لغة زي الفل. وبعدين الكرهبة اللي هي العربية، تمام، كرهبة. وبعدين ينجم، الناس كده يقول لك ينجم، يعني ممكن أو يستطيع. حطها لي في جملة مفيدة. ينجم تمشي. ينجم تمشي، تقدر تمشي، صح؟ وبعدين مثلا تغشش. تغشش يعني زعلان، مغشش يعني انت متضايق، مزعلان. واحد يقول لك مثلا ايش بيك مغشش، صح؟ صح، تمام. وبعدين زادة يعني كمان، يعني وانا زادة، انا زادة، انا زادة، وانا كمان. انت فرحانة، انا زادة. انت فرحانة، انت فرحانة، انا زادة، انا كمان، تمام. وبعدين شنو هذا، شنو هذا، شنو هذا، شنو هذا، ايه ده، صح؟ صح. وبعدين يقول لك في تونس ما تقولش لحد ابص، كلمة قليلة الادب بالنسبة لنا، نبص بالنسبة لهم هذا فعل يبطل الوضوء. ما تقولش لحد انت حاوي، كلمة قلت الأدب بالنسبة لنا، حاوي، حاوي بالنسبة لهم، ان هو تحاوي انت كده بتشك في رجولته، صح؟ صح، تمام، انت عارف الكلام ده. تمام. وبعدين كيف كيف، يعني زي بعض. تقول لحد لاباس، يقولك يعايشك، صح؟ لاباس، يعايشك، يا لاباس، تعمل ايه، كويس، يقولك يعايشك، ربنا يخليك، صح؟ تمام. وبعدين عندك كمان في كلام فرنساوي في النص مالكش دعوه بيه، خدت بالك؟ وبعدين طبعا في كلمه لما تتقال لك في تونس ما تتخضش، يعني بيسالوك هل انت متجوز؟ فيقول لك مثلا انت، خلي بالك هيبقى في تيت ان شاء الله، يقول لك انت بالسين مش بالصاد، فما تتخضش لو حد قال لك كده، يقول لك يقول لك قديش انت، صح؟ من قديش انت، قديش عندك، يعني متجوز بالك قد ايه؟ تصورش قداش نفرح في المسرحيه هذيا، سيعرفوني ناس سالني طويل وفما هكا وهكا، المتدينين جايين يتفرجوا، صافي بليزير بالحق. كي نشوف متدينين متفتحين في البلاد هذيا ما نخافش عليها، دونك ما تصوروش قداش فرحان. وزاد شفت كعبات متدينين، تو انا نعمل وانتساب وهم